مرة أخرى مساء الخير مشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من الملعب البلدي. الآن دخول المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمكفوفين، منتخب مصر، مالي، كوت ديفوار، نيجيريا، والمنتخب المغربي والمنتخب المصري. أجواء جميلة جدا هنا بالملعب البلدي للمنصورية، الصورة أمامكم، جماهير غفيرة هنا بالملعب البلدي للمنصورية. أخرى مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مباشرة من الملعب البلدي للمنصورية نواحي بن سليمان. دخول المنتخبات الوطنية المغربية إلى الملعب، منتخب مصر، منتخب مالي، منتخب نيجيريا، منتخب ساحل العاج، والمنتخب الوطني المغربي منظم الدورة. الآن نرحب بحكام الدورة ومبعوثي أبي تحفظ التالي لرياضات المكوفية ويضع في مسار إبساع. Maintenant, j'accueillerai la comité qui se compose des arbitres ainsi que les représentants de l'internationale fédération du sport pour rappeler EPSA. إذن مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من الملعب البلدي للمنصورية. هذا أثناء دخول المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا للمكفوفين، المنتخب المالي، المنتخب المصري، منتخب نيجيريا، ومنتخب ساحل العاج، ولا ننسى المنتخب الوطني المغربي. والآن مع النشيد الوطني المغربي. أجواء جميلة جدا بشعار الله الوطن الملك، أجواء جميلة جدا هنا بالملعب البلدي للمنصورية. وصلنا للمغربية الكرام، نبقى الآن مع كلمة للسيد الأستاذ ياسر الحشي رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضات المكفوفين، رجع في البصرة. مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا هذا البث المباشر مباشرة من الملعب البلدي للمنصورية نواحي بن سليمان. انطلاق فعالية كأس إفريقيا للمكفوفين بحضور المنتخبات الإفريقية والعربية، المنتخب المصري، المنتخب المالي، منتخب نيجيريا، منتخب ساحل العاج، والمنتخب الوطني المغربي بحضور العديد من الشخصيات الوطنية والمحلية. أجواء جميلة جدا مع حضور جماهيري كبير. بتحقيق أكبر حدث رياضي في ربوع مغربنا الحبيب.
وهذا كله يرجع إلى الدعم والمساندة الدائمة من طرف راعي الأمة الرياض الأول صاحب الجلالة الملك. كما أنني أرحب بالحضور الكريم باسمي وباسم كافة الإخوة، كافة إخوة المكتب المصري وكافة الأعضاء المنخرطين المنطويين تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للإمارة المنحوتين ورعاة البصر. آمني أن نحقق الأهداف التي وضعناها ورسمناها لإنجاح هذه البطولة. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بفارغ شكري وعظيم امتناني إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي وترجمة أهدافه النهيلة على أرض الواقع. وأخص بالذكر صاحبة السمو الأميرة للا لمياء السلط والسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والسيد الفاضل عامل بن سليمان والسيد الكاتب العام للمنظمة العلوية برعاية المكفوفين والسيد رئيس جهة الدار البيضاء سقاط وكذا السيد رئيس المجلس الإقليمي لبن سليمان والسيد رئيس جماعة المنصورية وجميع البشوات ورؤساء الدوائر وكل من ساهم من قريب أو من بعيد. ورغم الإمكانيات المحدودة وقصر الفترة الزمنية على تأسيس الجامعة الملكية المغربية ورعاة البصر فقد استطاعت بفضل الله أن مباشرة من نواحي بن سليمان وضم المنصورية الافتتاح الرسمي لكأس إفريقيا للمكفوفين بحضور المنتخبات الإفريقية المشاركة التضامن المنتخبات المشاركة وهي كوت ديفوار نيجيريا مصر المغرب مالي في أجواء جميلة وأجواء رياضية هنا بالملعب البلدي بحضور جماهيري غفير وبحضور عدة شخصيات في مسيرة رياضية تنموية بامتياز وصارت تبذل قصارى جهدها في تنفيذ برامجها الرياضية. آمنين أن نستمر في زرع دعائم التواصل البناء والخلاق مع كافة الفئات والمؤسسات التي تعد لبنات أساسية في مساعدة ومؤازرة الجامعة الملكية المغربية لرعاة المكفوفين ورعاة البصر على أداء رسالتها على أحسن وجه. آمنين أن نكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المجال الرياضي لقوله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مولانا الهمام بما حفظ به الذكر الحكيم ويقر عين جلالته لولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد مولاي الإمام بشقيقه الحميد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ويحفظ كافة الأسرة العلوية الشريفة إنه مجيب الدعوات. ومرحبا بكم جميعا. شكرا للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات المكفوفين ورعاة البصر. الآن نفتتح حفلنا بفقرات موسيقية مع مجموعة الشهب.
مشاهدي قناة شو تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من الملعب البلدي للمنصورية بحضور العديد من الشخصيات. أمامكم على الصورة دائما مع مجموعة المشاهدة. أغنية الحكم الذاتي. إذن إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله.